you have for breakfast? We have food and different. Okay. Maybe Egypt? Bro, France? ماشي اكتبي لي فلافل صح صح ها فلافل ماشي اكتبي فستان دريس ركزوا عشان هطلعكم انتوا كمان دلوقتي دريس ماشي مافل تي 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 شاي بوفيه ميلك اكتبي لي فنجان يعني ايه؟ فنجان يعني كب، a cup of tea. A cup of tea. صح برافو صح نادين هتاخد كام؟ ها؟ يلا كده صحة صحة هلا يا شخبار Fast.
تعالي نشوف كده احمد عمل ايه. روح هات لي البصله دي. اوكي. بريكفاست. برافو يا احمد شاطر. اتفضل قلم. يلا فرانس. بس فرانس. اعملها سمول. ايه سمول؟ بس صوت. الحرف ايه ده؟ لا الحرف ده اس ولا سي؟ بقى كده هو اس. فرنسا. ماشي. ايجيبت. ماشي. مافل. مافل. بس يا فضل تعالي قولي يا فضل. لودنز. ميلك. تشاينا. الصين. تشاينا. لا صح. لا صح يا حبيبتي. صح. ماشي. اكتبي لي هوت شوكليت. تشاينا. ميلك. فرانس. ايجيبت. مافن. نودلز. هوت شوكليت. بريكفاست. برافو عليك. مالكيش انت دعوه خليكي في حالك. مين عايز يطلع؟ مين عايز يطلع؟ يلا. ها يلا يا حلوه. يلا يا حلوه. فرانس. فرانس. دي عشان بس كلمة دي غلط. ايجيبت. مين يجي يكتب لها فرانس؟ انا يكتب لها فرانس كده. Noodles. No. Egypt, France, milk, tea, falafel, muffin, breakfast, noodles. But I don't know what to do with France. Did you have anything or did you have anything? Did you have anything? Yeah. لا خذ ليك اخضر عشان انتوا الثلاثة.
لو حد مش عارف يلا هوت شوكليت مش عايزه اديك حاجه شوكليت نودلز بريكفاست ميلك دريس ايجيبت فرانس مش عايزه اديك حاجه وفلات خد هي اللي هتختار هي جديد لا مش جديد مش جديد ما تجيش بقى وريهم خدي زي ما انت عايزه